المدرسة الوطنية للإدارة هي المؤسسة التي حملت على عاتقها منذ الاستقلال تزويد مؤسسات الدولة بالكوادر البشرية العالية التأهيل لتولي المسؤوليات العليا في الإدارات المركزية والمحلية، حيث زودت منذ تأسيسها سنة 1964 الإدارة العمومية بما يقارب 7500 إطار في اختصاصات الإدارة العامة، الإدارة المحلية، الاقتصاد والمالية، المراجعة والتدقيق، التعاون، القضاء، الجمارك، الدبلوماسية وغيرها. وفضلا عن ذلك فالمدرسة تكون سنويا في إطار برامج التكوين المتواصل مئات الإطارات لمختلف القطاعات الوزارية. وفضلا عن ذلك فالمدرسة أيضا تمثل المنبر الذي يحتضن على مدار السنة الأيام الدراسية وورش العمل والندوات العلمية وغيرها من الفعاليات التي تنظم في كثير من الأحيان بالتعاون مع شركاء المدرسة الوطنيين والدوليين.